مشاهدينا الكرام، أسبوع جديد وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية. تعالوا معنا لنتابع أهم أحداث هذا الأسبوع. الأمن الديمقراطي في زمن التطرف والعنف، مؤتمر دولي نظمته مكتبة الإسكندرية بالقاهرة لوضع خارطة طريق لمواجهة الإرهاب والتطرف الفكري. وسط أكبر حشد سياسي دولي رفيع المستوى، أقيم المؤتمر الدولي الأمن الديمقراطي في زمن التطرف والعنف. استمر المؤتمر على مدار 3 أيام بالقاهرة لمناقشة ثنائية الديمقراطية والإرهاب. كان ذلك بحضور نخبة من رؤساء دول حاليين وسابقين وكبار شخصيات السياسة الدولية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في مصر. بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة للدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية. I'm honored to invite you all to this joint program designed by the NGIC and the Library of Alexandria. Our topic is about democratic security in a time of extremism and violence. It is clear that the times we live in are very difficult times, and where the biggest challenge that faces every society is the capacity to find an appropriate balance between how to protect the security of their citizens by preventing acts of terrorism against them, which requires obviously an expansion of police powers, sometimes interventions of military forces, above all changes in attitudes and thinking and prevalent narrative in society on the one hand, and on the other side we also have to protect the values and the liberties of citizens. To strike that right balance is a very difficult challenge, and in a sense when somebody asked me why don't you have a group of technical experts, I said there are no greater technical experts than all of you in this audience, the expert people who have been elected to office, who have served valiantly, and who retain the respect and admiration of your fellow citizens. أثناء انعقاد المؤتمر كان لنا العديد من اللقاءات الهامة والمتميزة. Well, to begin with, I would say that the choice of the focus of the conference is very important and is very timely, and I don't think that I need to give any examples of that. We feel it in every nation practically all over the world, and it becomes a matter of huge concern of all the people. Clearly that democracy and security is a very strange combination, because it's sort of democracy is the state of affairs. Well, I think that there are some a lot of bright minds talking at the same time in the same place here in Cairo, convocated by Biblioteca Alexandrina and Ninsami Ganjabi Center to think about solutions. The dialogue is very important. Sometimes people think that it's a waste of time, but dialogue builds civilization. Dialogue builds peace. وفي النهاية دائما ما نؤكد أن الإرهاب لن ينهزم إلا من خلال المواجهة الثقافية وهزيمة الأفكار المتطرفة بالفكر المنفتح الذي يدعو إلى التعددية. في إطار الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المكتبة لجمهورها، نظم قسم الخدمات التعليمية بإدارة التواصل والشبكات المعرفية محاضرة بعنوان التعليم الإلكتروني.
محاضرة النهاردة كانت بعنوان التعليم الإلكتروني، والتعليم الإلكتروني دي حاجة خدمة بنقدمها من خلال قسم خدمات التعليمية ووحدة التعلم عن بعد. الحقيقة محاضرة النهاردة دي أنا بعتبرها تتويج لكل اللي احنا عملناه خلال 13 سنة اللي فاتوا في خدمات التعليمية في المكتبة، لأن احنا من خلال الخدمات التعليمية كنا بنحاول نوصل للناس من سواء من خلال محاضرات وكورسات جوه المكتبة أو خارج المكتبة، كنا بنطلع لهم في education outreach sessions وكورسز وorientations. فكان دايما بيجي لنا دايما استفسارات وكلام كتير ان احنا محتاجين ان احنا نحضر محاضراتكم بس مش لاقيين الوقت. فالنهاردة قدرنا اخيرا نلبي رغبات كتير من الناس ان هم يقدروا يحضروا المحاضرات والكورسات اللي احنا بنديها بس عن طريق المودل دوت بيب أليكس اللي هو البلاتفورم الالكترونية بتاعت المكتبة، فبالتالي مش هيبقى عندهم اي عائق ان هم يحضروا كل اللي هم عايزينه بدون اي انتقال او وقت غير مناسب او حاجات دي من المشاكل اللي بتواجههم. انا اتكلمت في المحاضره عامه عن التعريف العام بالتعليم الالكتروني، بما انه ده الاتجاه الحديث في العالم كله، ان كل دلوقتي المتدربين او الدارسين او حتى اي حد بيشتغل بيبقى حابب ان هو يطور نفسه، سواء بان هو ياخد دورات تدريبيه جديده. مشاهدينا، ندعوكم للحضور والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تنظمها المكتبة خلال الأسبوع القادم. ندعوكم لمشاهدة أحداث وفعاليات المكتبة الأخرى على قناة مكتبة الإسكندرية على موقع اليوتيوب، ولمزيد من المعلومات وللتعرف على كل ما هو جديد بمكتبة الإسكندرية زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.bibalex.org، وانتظرونا الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية.